مش عارف ازاي بس القصاص 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 قتلوا شبابنا بالرصاص قتلوا شبابنا بالرصاص ودوا هدية للقناص ودوا هدية للقناص. محمد نزل يوم 29 يناير يحتفل بالذكرى الثانية لثورة يناير. نزل من مصر الجديدة بيته، بعديها بساعتين اتصل بيه والدته ما كانش بيرد، قلت عليه جدا وخرجت تسأل عليه اصدقائه واصحابه مفيش اي اجابة. راحت عملت محضر تاني يوم الصبح لما ما رجعش في اقرب اسم شرطة ليها، قالوا لها ما ينفعش الا لما يمر عليه 24 ساعة. عد انتظرت المدة دي ونزلت ميدان التحرير معها صور ليه تسأل عليه. في شباب قالوا لها لان محمد الشافعي كان موجود في الميدان وبعد كده اختفى. بعد كده خلانه ووالدته راحوا مشاهد زينهم يسألوا عليه ثلاث مرات، كانت الإجابة أنه مش موجود عندنا شباب. فرابع مرة بعد الأهرام ما نشر الموضوع بصورته والتلفزيون اتكلم في كذا برنامج بنداء أن ده شاب مفقود نزل ميدان التحرير ولم يعد. رابع مرة فوجئنا أنه هو موجود في مشاهد زينهم، دخلوه ودخلوا خاله والدته شافوه وتعرفوا عليه. محمد الشافعي اخر كلمه قالها لوالدته وهو نازل من البيت، ما كانش طبعا عايزاه ينزل، قالت له يا ابني انت ما معكش سلاح، هما الداخليه معاهم سلاح ومعاهم قنابل مسيله للدموع، انت معاك سلاحك ايه؟ قال لها سلاحنا ان احنا نكون ايد واحده. شاب محترم كان بيجي يعني يقعد هنا ويقف مع اصحابه، ما كانش بيعمل حاجه، كان بيقف زي اي واحد بيهتف، اي واحد نازل عشان بلده. حرام عليكم تمسكوا الرشاش عشان تقتلوا الفراش، انتوا بتمسكوا الرشاش عشان تقتلوا الفراش اللي زي ده، ده فراش مصر، فراش مصر يلي جبتوا لنا الجراد، يلي جبتوا لنا الجراد يا سلمة، يا شعب مصر، يا شعب مصر، ويا شعب مصر، ويا شعب مصر. دلوقتي احنا عايزين الكرامة والقصاص، القصاص لكل، القصاص لكل شاب اتقتل، واحنا دماء المصريين غالية ماهيش رخيصة. محمد اخونا مات مقتول، محمد اخونا مات مقتول، ومرسي هو المسؤول، ومرسي هو المسؤول، ومرسي هو المسؤول، ومرسي هو المسؤول. والدته اتصلت عليا قالت لي ايوه يا مصطفى محمد نزل امبارح وما رجعش من ساعتها. قلت لها نزل فين؟ قالت لي نزل التحرير الساعه 8، نزل من البيت الساعه 8 وبتصل عليه من ساعتها ما مش عارفه اوصل له. تمام، انا نزلت طبعا التحرير في نفس اليوم اللي هي اتصلت بيا فيه اللي هو يوم الاربعاء 30 يناير، دور عليه ما لقيتوش. من هنا بقى بدانا رحله البحث عن محمد الشافعي اللي هو المختفي. انا قابلت رئيس نيابه الازبكيه واطلعت على المحضر البلاغ، تمام، اطلعت على البلاغ لقيت ان هو خد طلقتين ناري في دماغه وطلقه في صدره يوم 29 يناير الساعه 10 وربع على كوبري اكتوبر ميدان عبد المنعم رياض. ذنبه انه بيحب مصر يا ولدي، ما هو ده بقى ذنب، ذنبه انه بيحب بلده، بيحبها بخلاص، ما هو المخلص بيقول عليه بلطجي. بقت حياتنا جنازة، يعني جنازة كبيرة كده، كل يوم بنودع شاب من شبابنا، وهو قاصد الشباب لأن هو عارف أهمية الشباب وإن هم اللي هيحرروا البلد منهم لكن إن شاء الله إن شاء الله مصر فيها زي ما بيقول 90 مليون، التسعين مليون هنسيب له خمسة منهم، الخمسة وثمانين مليون إن شاء الله لو قعد يموت فيهم كلهم هيحرروا البلد، لأن أنا ما بعتبرش إن دول نظام عايزين نسقطه، لا ده احتلال لازم نحرر البلد منه. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.